اليوم طلاب نعمل فرد ريفيو بالنسبة للمحاضرات اللي أخذناها مثل الكاتسيا الكلاميديا والمايكوبكتيريوم تيوبيركلوس سبايروكيتس أنواعها على شكل أسئلة وأجوبة يعني نعملها إن شاء الله. مايكوبكتيريوم المسبب التيبي، تعرفون مايكوبكتيريوم احنا اخذناها it's obligated Arabic acid fast bacilli لها ميزات جرام بوست بكتيريا، ولكن ما تنصبر بصبغة جرام staining، ولكن تنصبر بصبغة acid fast زيل نيلسون stain أو acid fast staining. عندنا بعض من الأسئلة بالنسبة للـ MTB زين اللي هي What's population are most risk for the TB؟ الأشخاص اللي يكونون أكثر عرضة اللي هي اشني هي واتس بيرسنت انزلها على جروب الساعات شات اوكي واتس ذا بيرسن ار مور اور موست ات ريسك اوف ذا تي بي اولدر بيرسن اشخاص كبار بالسن اميون كومبرايزد الأشخاص اللي مطبقين مناعيا مثل الـ HIV أو الأشخاص اللي ياخذون الكيموثيرابي and immunosuppressed patients اللي هي transplant center patients incarcerated population السجون المناطق المزدحمة والمكتظة بالسجون اللي ما تدخلها أشعة الشمس أكثر عرضة للإصابة بالتي بي and the people for lower socio-economic status المناطق الفقيرة عادة هم هذول الأشخاص اللي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا مايكوبكتيريوم تيوبيركلوس إذا what's the population most at the risk for the TB يكون عندنا الأشخاص كبار بالسن المصابين بالإتش آي في اللي يعانون من إميونو كومبرايزد أو إميونو سوبريجين السجون والسوسيو إيكونوميكال أو لور سوسيو إيكونوميك ستيتس فور ذا بيوبلز هاي هي بالنسبة لل الريسك فاكتور اللي هي أكثر عرضة للإصابة بالتي بي. What's the main host defines against TB? What's the main host defines against TB? إحنا قلنا طلاب التي بي هي فاكولتاتيف انتراسيلولار بكتيريا باراسايت لذلك انه التي بي الديفاينس مال الجسم اللي ما تكون عن طريق الانتي بودي هيومرال اميونيتي اشني تكون اهم نقطه بي بالنسبه للديفاينس اجينست ذا تي بي اهم نقطه عندنا سيل ميديتد اميونيتي اللي هي خاصه سي دي 4 تي سيلز اند ماكروفاج اذا نوعين من الخلايا الدفاعيه عندنا بالنسبه للتي بي اللي هي سيل mediated immunity CD4 especially T cells and macrophage ولذلك الأشخاص المصابين بالـ HIV يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتي بي ليش؟ لأن الـ HIV virus أصلا هو يهاجم الخلايا التائية CD4 T cells ولذلك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتي بي
What are the criteria for a positive PPD skin test? PPD طلاب تعرفون أخذناها بالمحاضرات المايكوباكتيريوم تيوبركلوز اللي هي provide protein derivation for the mycobacterium bovis bacteria. إذن ال PPD من What are the criteria for the positive PPD skin test? مطلوب من عندنا نجاوب المحادثة؟ لا ما مطلوب بس الأسئلة بعثها لكم يعني بعدين أنتم من المحاضرات طلعوها أو ممكن مباشرة طلاب تفتحون المحاضرات أنتم هم يعني قدامكم الباوربوينت من الحاسبة يعني تشاهدون أو تجاوبون يعني ما شرط يعني تجاوبون أنا بعثها لكم هالشكل. What are the criteria for the positive PPD skin test? احنا عندنا ثلاث انواع نوعين من الكريتيريا او ثلاث انواع من الكريتيريا انه بعد ما نعمل اختبار البي بي دي سكين تيست طبعا هذا انتراديرمال سكين تيست مال بروفايد بروتين ديفايسز فور ذا مايكوباكتيريوم بوفيز بكتيريا بعد ما حقنا على الانتراديرمال بعد 48 الى 72 ساعه راح نقيس التأثير أو المناطق اللي هي راح تتكون فرد بثرة محمرة في منطقة حقن السائل هذه فإذا كان هذه المنطقة greater than 15 millimeter for percent with no known exposure إذا كان أبدا ما متعرض على البكتيريا زين نيجاتيف مملقح بالحاله انه راح يصير الحجم ماله 15 فما فوق نعتبره بوزيتيف. Greater than 10 millimeter in high risk patients including health care workers ايضا اللي هي اللي يقصد بها الاطباء والممرضين واللي يعملون بالمجال الصحي انه اذا كان ازيد من 10% يعتبر بوزيتيف. And greater than 5 millimeter in HIV patient دخل طلاب هنا ال HIV patient يعني أي استجابة ولو بسيطة نعتبره positive ليش لأن أصلاً هو ال HIV patient immuno comprised patient أنه مثبط مناعياً لأن CD4 مالها نسبتها قليلة من الطبيعية لذلك إذا كان 5 millimeter فما فوق 5 فما فوق نعتبره positive هاي هي الكريتيريا اللي راح نعتمد عليها بال تشخيص أو قراءة PPD skin test provide protein derivative skin test. Who is Mycobacterium tuberculosis culture? عملية زرع Mycobacterium tuberculosis طلاب أخذناها إحنا بالمحاضرة العملية ما أخذتوها أنه ما نقدر ننميها بالأوساط الزرعية الكلاسيكية اللي هي بلاد أجار ماكونكي أو شوكولاتة أجار أو نيوتيرنت أجار أو مولار هينتون أجار لا أو تاير مارتين سبيسيفيك أجار لا عنده أجار وسط زرعي خاص نسميه لويس جينسون أجار سبيسيفيك فور ذا كالتشر أوف مايكوباكتيريوم تيوبركلوز إن ذا لابوراتوريز Louis Jensen agar it is the specific media for the isolation of the mycobacterium tuberculosis who is TB tuberculosis transmit انتقال TB روتينيا لازم تعرفون هذا الشيء طلاب يعني انتم تبي تنتقل عن طريق إيش respiratory system أو نسميه inhalation of the droplets عن طريق استنشاق الغذاء الموجود أو الطائف في الجو من الأشخاص المصابين ولذلك المناطق المزدحمة كالسجون مثلا اللي ما تدخلها الشمس تكون أكثر عرضة للإصابة بالتيبي
What are the clinical manifestation of most primary infection with tuberculosis? What are the clinical manifestation of the most primary infection with tuberculosis? No symptoms will be there. راح تصير ما موجود العلامات السريرية symptoms. Night percentage is asymptomatic for TB, while the positive PPD and Koch complex اللي هي راح نشاهدها بال chest X-ray راح تكون positive. هذا يعطينا فرد indication إنه الشخص إيش مصاب بال primary infection with إيش mycobacterium tuberculosis infection. بعد عندنا which drugs are commonly used for the treatment of mycobacterium tuberculosis infection. ولا تعرفون احنا قلنا بالمحاضرة بوقتها انه MTB mycobacterium tuberculosis بكتيريا نوعا ما عنده قابلية الريزيستانس للمضادات الحياتية لان تعرفون احنا التيبي من نعالج شخص مصاب بالتيبي ممكن ان ياخذ علاج لمدة شهر لمدة شهرين لمدة ست شهور حسب الحالة اللي يقررها الطبيب الباطنية. الأدوية اللي نستعملها مو دواء واحد one antibiotic more than two antibiotics used for treatment of the mycobacterium tuberculosis for the prevent the drug resistance against the mycobacterium tuberculosis. عندنا الأدوية اللي نستعملها هي ethambutol, rifampin, isoniazid and pyrazinate. اللي هي هذا الأدوية اللي نستعملها في علاج المايكوبكتيريوم تيبركلوسس. What's the bacillus calmette corin BCG vaccine? It is live attenuated mycobacterium virus. إذن it is live attenuated لقاح حي مضاعف. مو هي نستعمل مايكوبكتيريوم تيبركلوس، لا نستعمل البكتيريا اخرى اللي هي تصيب الحيوانات الابقار نسميه مايكوبكتيريوم بوفيس. هذا اللقاح اللي هذا البكتيريا مايكوبكتيريوم بوفيس بعد ما نضعفها بمواد كيميائيه خاصه او بالزراعه المتكرره راح تضعف البكتيريا فما يصير عنده قابليه الاصابه للشخص عندما نحقن اللقاح للشخص حتى نحمي. لذلك اللايف اتنويتد مايكوبكتيريوم بوفيس فاكسين اوفن يوز in countries with tuberculosis endemic. طبعا بالعراق ايضا عندنا احنا هذا اللقاح موجود والتي بي يعتبر endemic بالنسبه للعراق ايضا واغلب الدول العالم. اخذنا مايكوبكتيريوم ايضا النوع الثاني اللي تسبب ليبروسي مايكوبكتيريوم ليبرا. مايكوبكتيريوم ليبرا قلنا فرد بكتيريا انها ما موجوده بالعراق. مايكوبكتيريوم ليبرا اللي تسبب مرض الجذام زين ف نفس حالته حالة المايكوبكتيريوم تيبركلوس انه الهوست ديفاينس ماله سيل ميديتد اميونيتي اللي هي سي دي 40 سيلز اند ماكروفاج. Then because of the mycobacterium lepra it's the facultative intracellular pathogen of bacteria. هذه بالنسبة بعض من الأسئلة ريفيو للمايكوبكتيريوم تيبركلوس. ناخذ بكتيريا ثانيه اخذناها في الاسابيع المحاضرات السابقه اللي هي يارسينيا بيستيس. عندنا فرد سؤال مثلا describe the morphology of the يارسينيا بيستيس.
describe the morphology of the Yersinia pestis. أخذنا طلاب أنه المحاضرات السابقة Yersinia pestis it's the gram negative cocobacin ممكن نقول أو non-motile bipolar staining polymorphic gram negative cocobacin هذه أهم شيء أنها تكون gram negative cocobacin non-motile أهم نقطة Yersinia pestis bacteria it's the gram negative cocobacin non-motile كافي بالنسبة لنا. What or mentioned disease that caused by Yersinia pestis? الأمراض اللي تسببها كتعداد بالنسبة لليرسينيا بيستس هي بوبونيك بلاكيو سيبتسيميك بلاك and نيومونيك بلاك إذن بوبونيك بلاك سيبتسيميك بلاك and نيومونيك بلاك هذه هي الأمراض اللي تسببها بكتيريا يرسينيا بيستس طبعا بوبونيك بلاك هي most common disease caused by the Yersinia pestis Who is Yersinia typically transmitted? Yersinia typically transmitted طلاب أكثر شيء الفيكتور اللي هي الراتفيليا الرات الجر الفئران تكون مصابة تيجي عليه الأرثروبوث اللي هي فيليا bite the infected rat and then take the bacteria from infected part around to the human. لما تأخذ تمتص الدم الفئران أو الجذي المصاب باليرسينيا بيستس اللي ما يظهر عنده علامات سريرة طبعا بالحيوانات هذا الباغوث مثلا من تنتقل تحمل البكتيريا راح تيجي تمتص الدم من ايضا من شخص بهالحاله راح تنقل البكتيريا الى الشخص المصاب او عن طريق سبيراتوري اوريزول في حاله ايش؟ في حاله نيومونيك بلاكيو هاي هي طريقه انتقال ترانزميشن اوف ذا يرسينيا بيستس. What's the important virulent factors of The Yersinia pestis are named an important name the important virulence factor for the Yersinia pestis F1 adnak envelope antigen V antigen W antigen endotoxin بما انه جرام نيجاتيف بكتيريا اذا عنده endotoxin اللي هي lipopolysaccharide بالاضافه لذلك عندنا انزيم الكواجولايز and fibrinogen اللي هي virulence factor for the Yersinia pestis. عندنا بكتيريا ثانية طلاب اللي هي بروسيلا أيضا بروسيلا هي جرام نيجاتيف كوكوباسيل طلاب أخذنا عنه الأنواع بروسيلا ميلتنسنس بروسيلا بورتوس بروسيلا سياس اللي هي أكثر شيء تسبب انفكشن بإيش انتراسوليولار بكتيريا طبعا هي أيضا تسبب انفكشن بالهيومن انتقال مال اكثر شيء قلنا تنتقل عن طريق النون باستورايز ميلك فور ذا هيومن تسبب اندولان فيبر اللي هي درجه الحراره المتموجه
عندنا بعض من الأسئلة بخصوص البروسيلا. اللي هي what type of cell does Brucella infected؟ أهم نقطة اللي هي reticular endothelial system. reticular endothelial system اللي هي lymph nodes, spleen, liver, bone marrow. أكثر ال organs that infected with the Brucella bacteria. reticular endothelial system like lymph nodes, spleen, liver and bone marrow اللي هي target organ for the infection with the Brucella bacteria. Who is most likely acquired brucellosis? Those with close contact with livestock. اللي عنده اتصال أو مباشر مع الحيوانات الحقلية مثل الفلاحين والفيترنيا الأطباء البيطريين and القصابين واللي يتعاملون مع لحوم الحيوانات أكثر عرضة بالنسبة للإصابة بالبروسيلا and those who drink unpasteurized milk والأشخاص اللي يستعملون أو يستهلكون الحليب الغير المبستر هم أكثر عرضة للإصابة بالميكوبكتيريوم تبركلوسس. mode of transmission of the myco أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا البروسيلا سواء كان بروسيلا ميليتنسيس أو بروسيلا أبوكس أكثر شيء بروسيلا السياس اللي هي صيب الخنازير ما موجودة عندنا صراحة أكثر شيء منتشر عندنا هو نوعين بروسيلا ميليتنسيس أند بروسيلا أبوكس. هسه أكتب لكم سؤال طلاب مود أوف ترانس mode of transmission the bacteria Brucella. mode of transmission the bacteria Brucella. Brucella شلون تنتقل؟ يا ريت من عندكم هسه جواب تكتبوا لي الجواب مال الطلاب. شلون تنتقل بكتيريا البروسيلا للإنسان؟ mode of transmission. أريد جواب هسه أقول لك على الشات. يا حبيب mode of transmission شلون تنتقل؟ عمر جاسم جواب خطأ. آلية انتقال البكتيريا للإنسان mode of transmission. ممثل المرحلة لا تعمل كوبيس لا تخافوا ماكو عليه درجات هذا بس اريد mode of transmission of Brucella bacteria. يونس اوكي يونس اوكي بس بعد بنقص محمد جاسم
inquire from animals such as mode of transmission, Muhammad Jassim, mode of transmission. So has zoonotic bacteria from animal to okay, يعني بس آلية انتقال البكتيريا للإنسان شلون تصير يعني. واللابس فهم السؤال. نعم زهراء صح بس أريد كلتها يعني. النقطة الأساسية اوكي. استهلاك ال infected and pasteurized animal milk. بعد. From food to human. شنو هو هذا الفود سفيان؟ عن طريق الجي اي تي. اي غزل. نعم ريم احمد نعم ممتاز بالاضافه لذلك يعني ستاينال تراكت عن طريق انفكتد او امباستورايز انفكتد انيمال ميلك زائدا انه انهيليشن خاصه قلنا الاشخاص اللي يشتغلون بالمختبرات ممكن ان تنتقل لهم البروسيلا عن طريق الاستنشاق انهيليشن بالاضافه الى انه استهلاك الميلك او التشيز اللي محضر من الحيوانات المصابه. سبايرتر امبوستر بيرسون نوت بيرسون ماغوا رافع ما والله غلط جواب شويش جابت تشو بلوت فاجينا. اوكي هذا في حالة فقط اذا كان الطبيب البيطري مثلا يتعامل مع الحيوان المصاب. ريم ثامر from animal to person mode of transmission شلون يعني تنتقل المرض للانسان. جي اي تي انهيليشن سكين اوكي عايش جيد يعني عن طريق جي اي تي انهيليشن اند سكين اوكي. Contact with blood, placenta, fetus, or علي حسين عرفنا contact okay يعني بس شلون يعني تنتقل عن طريق الجايتي تنتقل عن طريق الانهيليشن تنتقل عن طريق ايش؟ نور معا eating raw and pasteurized dairy product can spread through the air. The infected animal نص صح مو مع نصف صح إجابتي شو كلها صح غلط فيها. Stinal ingestion of infected أسماء أبراد سكين أرازل ممتاز صح يعني أسماء جوابك هي عن طريق ingestion infected milk infected and pasteurized milk مكوس ممبرين دروبليت ممكن اوكي عن خاصة اذا كان الشخص اللي يتعامل مثلا مع الحيوان المصاب اجا قطرة من البروسيلا على العين مثلا الجلد المخدوش نعم عن طريق الايروزال انهيليشن لما يتعامل بالمختبر لعزل البكتيريا البروسيلا. سكينة from animal to people نعرف infected eating raw and pasteurized product okay. لا بالجواب الصحيح كان اللي هي عن طريق الجايتي ingestion of the raw and pasteurized milk or cheese الأجبان and inhalation especially laboratory workers or skin brand and الخدوش الموجودة بالجلد أو عن طريق الميوكوزا بالآي مثلا إذا إجا قطرة يعني تنتقل آلية انتقال المرض. قل لا بفهم السؤال أقول السؤال زين فهموها زين بالامتحانات حتى تعرفون أنت تعرفوها أنا متأكد بس ما تفهمون الآلية السؤال ما تفهم السؤال راح نجاوب خطأ.
آلية انتقال المرض عن طريق الجهاز التنفسي، التناسلي مثلا، الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي GIT وهكذا يعني، أو عن طريق الجلد زين، الخدوش الموجودة بالجلد، أو عن طريق مثلا فينس مثلا وهكذا يعني. What is the most characteristic symptoms of Brucellosis؟ كلاب من تسمعون بروسيلا أكثر شيء يجي على بالكم هو اندولانت فيفر، اللي هي درجة الحرارة تكون متموجة، تصعد ترتفع تنخفض ترتفع وهكذا. إذا اندولانت فيفر actually occurs in minority of the patient. Fever is normal in the morning. درجة الحرارة تكون طبيعية من الصبح صباحا. Has slow rise throughout the day and peaks in the PM اللي هي من الصبح تكون درجة الحرارة طبيعية، تبدي ترتفع ترتفع إلى أن تصل أثناء اليوم شوية شوية ترتفع درجة الحرارة إلى أن تصل درجة الحرارة ممكن أنه تصل إلى 40 41 درجة مئوية في أيام تي، يعمل بيكس بالليل. Symptoms fever, ميليشيا and lymphadenitis, hepatosplenomegaly and pancytopenia اللي هي تضخم بالكبد والطحال، اللي هي general clinical symptoms كثير من الأمراض يعني، and اللي هي تكون ال decrease in blood count especially in white blood cells. Presentation may also be dominated by a chronic pain in affected tissue such as the spine. ممكن أنها تسبب آلام بالفقرات أيضا. What's the treatment of choice for the Brucella infection? What is the treatment of choice or drug of choice for the Brucella treatment? عندنا doxycycline plus rifampin or doxycycline plus streptomycin is the drug of choice for the Brucella treatment. أوكي طلاب، أيضا نستعمل مضادين حياتيين وحدة لأن intracellular bacteria أو parasite، and حتى نتجنب من الريزستنت نستعمل نوعين من المضادات الحياتية ولمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر حسب حالة المريض طلاب. هاي بالنسبة بعض من الأسئلة اللي تخص إيش البروسيلا. عندنا بكتيريا المايكوبلازما طلاب، بكتيريا المايكوبلازما هو أخذناه it's a group of very small living microorganisms that are able to grow in the artificial medium. هي عبارة عن بكتيريا صغيرة جدا قياسا للأنواع الأخرى، بحيث أنه ممكن أن تدخل أو تمر من الفلاتر، القطر مالها 0.045 مايكروليتر in diameter. Micrometer in diameter ممكن أن تدخل منه. إذن هي it is the smallest living microorganism that grows in the artificial media or cultures. هي عبارة عن كائنات دقيقة صغيرة جدا ممكن أن تنمو إلى بالأوساط الزرعية الاصطناعية، اللي هي الأقار الأوساط الزرعية اللي أخذناها مثلا. بلاد أجار، ماكونكي أجار، شوكولاتة أجار، بس هي تحتاج إلى وصل زرعي خاص تحتوي على إيش؟ تحتوي على
ستيرول أو كوليسترول حتى تساعد البكتيريا على النمو. أسألكم سؤال قلنا جاوبون what's the أو the cell the cell brain of mycoplasma contain of. Cell membrane of mycoplasma contain of كلمة واحدة ريد جوابها طلاب عفية اللي هي ممتاز تقول أهم شيء هنا طلاب لازم تعرفوا أن المايكوبلازما أولا ما عنده no cell wall ما عنده cell wall إيش عنده عند السيل ميمبرين والسيل ميمبرين بالنسبة للمايكوبلازما تحتوي على مادة خاصة اللي نسميها الستيرول هذه وين موجودة؟ موجودة بالفطريات أيضا الخلايا الحقيقية بالفطريات أخذتها أيضا تحتوي الجدار الخلوي بالنسبة للفطريات على الستيرول لذلك المايكوبلازما أيضا السيل ميمبرين وليس السيل وول لأن ما تحتوي على الجدار الخلوي وإنما تحتوي على غشاء خلوي نسميه تحتوي على غشاء خلوي أحد مكوناته هي الستيرول. أوكي نيجي على بعض من الأسئلة why هذا سؤال استفساري يعني why Why the penicillin and why? Why penicillin and cephalosporins are not work against mycoplasma? ليش؟ أريد جواب قلنا. Why penicillin and cephalosporins not work against mycoplasma? ممتاز. No cell wall. لأن هذا المضادات الحيوية اللي mechanism of action مالها تكون وين على cell wall of the bacteria. لما البكتيريا ما تحتوي lack of cell wall تفقد cell wall مالها بالحالة أنه تكون هذه المضادات الحيوية البنسلين ومشتقاتها زائدا سيفالوسبورينات بصورة عامة تكون not effective تكون غير فعالة بالنسبة للبكتيريا المايكوبلازما Okay. Then mycoplasma has no cell wall. Therefore, penicillin and cephalosporins are that target the cell wall are ineffective. سؤال ثاني نسأل عن المايكوبلازم. What component of mycoplasm cell membrane
like cholesterol, and is the cell's only protective layer. Mycoplasma require cholesterol for the growth. إذن كلكم جاوبت على هذا السؤال أنه تحتوي على إيش المايكوبلازما السيل ممبرين ما تحتوي على استيرول تشبه الكوليسترول ولذلك من نحضر الأوساط الزرعية نضيف على الوسط الزرعي استيرول أو كوليسترول حتى تساعد البكتيريا على النمو. Name two mycoplasma species that cause disease in human. قلنا mycoplasma pneumonia and Europlasma uroleticum. طبعا mycoplasma pneumonia من اسمه مبين انه تصيب ايش respiratory system. واليوروبلازما uroleticum تصيب ايش urinary tract infection, سبب urinary tract infection, neuroplasma and mycoplasma. Two species, it is more pathogen for the human. سؤال بالنسبة لل Mycoplasma pneumonia. In what population is Mycoplasma pneumonia is most common cause of pneumonia? And some walking pneumonia بالمجتمع من تنتشر هذا walking pneumonia in teenagers and young adults and some walking pneumonia. So, what's the walking pneumonia? Walking pneumonia, it's what's the walking pneumonia? Walking pneumonia is a community acquired pneumonia usually caused by mycoplasma pneumonia in which the radiographic radiologic finding appear much worse than the patient's symptoms. سؤال ثاني هو مايكوبلازما نيومونيا ترانسميت مبين من اسمه نيومونيا ترانسميت عن طريق الانهيليشن اوف ذا ريسبيراتوري دروبليتس عن طريق ايش استنشاق ايش القطرات او الغازات من الشخص المصاب مبين من اسمه طلاب من اي بكتيريا شفت نيومونيا أو له علاقة بالنيومونيا إذا المود أوف ترانسميشن ماله بالتأكيد راح تصير إيش الريسبيراتوري سيستم عن طريق الإنهيليشن استنشاق. Name the laboratory tests for mycoplasma pneumonia diagnosis or identification. Identification, an infection leads to production of antibody against mycoplasma pneumonia antigen resulting in a positive cold agglutination test. Either positive cold agglutination test or cold agglutination test, it is the serological test used for the identification of mycoplasma pneumonia. الوسط الزرعي اللي هي ال culture media used for the growing of mycoplasma pneumonia, it's on eton agar. Eton agar, it is the media used for the culture of mycoplasma pneumonia. هذا الإيتون أجار قلاب تحتوي على إيش؟ تحتوي على استيرول، تحتوي على مصل الأرانب أو الخيول أو مصل الخنازير بالإضافة إلى بعض من المضادات الحياتية ممكن أن نضيف عليه بلط أو عفوا مصل مال الأرانب حتى تساعد البكتيريا على النمو والانقسام هذا الوسط الزرعي specific for the mycoplasma pneumonia it's called eton agar
سؤال ثاني بخصوص اليوروبلازما، مايك ما عدا المايكوبلازما قلنا عندنا اليوروبلازما اللي تصيب الجهاز التناسلي. What infection is caused by plasma and how it is treated? It سبب uretritis and dysuria and Claire McCoy discharge treated with tetracycline, macrolide or تتراسايكلين ماكرولايت أو تتراسايكلين بوحده ممكن أن نستعملها لعلاج اليوروبلازما روليتيكم اللي تسبب يوروترايتس with dysuria and Claire McCoy discharge. ممكن هنا أيضا نعمل هذا المكوي discharge ناخذه ونعمل بها الزرعة راح تنمو عندنا البكتيريا اليوروبلازما اللي هي نفس خصائص بكتيريا المايكوبلازما. هذه بالنسبة للإيش؟ مايكوبلازما وانجيوبلازما. بقالنا كم سلايد فقط بالنسبة للسبايروكيتس. سبايروكيتس أخذنا الكلاميديا والروكيتس يا طلاب. قلنا أنه هاي بكتيريا تكون شكلها لولبي ما تنمو على الأوساط الزرعية الاعتيادية artificial وما ممكن أن نشاهده under the light microscope. لازم نستعمل dark field microscope. What are the main classes of spirochetes? Mnemonic. هذا mnemonic يعني للتذكير، تساعدك على الحفظ البكتيريا. الحروف الأولية BLT. BLT طلاب اللي هي بوريليا الليبتوسباتي تريبونيما اللي هي هاي الانواع البكتيريا الاساسيه اللي تكون من ضمن السبايروكيتس. سؤال هاو دو فيجواليز سبايروكيتس؟ كيف نشاهد السبايروكيتس؟ نشاهده on dark field microscope. Dark field microscope. جواب why؟ طلاب سؤال هسه أريد تجاوبون على الشات هسه. How do you visualize spirochetes? الجواب ماله on dark field microscope. Why we are visualize spirochetes by using dark field microscope without normal light microscope. اوكي عايجين الاجابات زين. كان واحد because it's very thin. يونس محمود obligated intracellular. لا ما له علاقه بالموضوع هذه زين. Very thin small. نعم بس اريد يعني لا مو obligated intracellular. It is very thin small. Very thin, small, and it is not stained with the gram staining. Then we can unable to see the bacteria under light microscope. So we use dark field microscope. I feel okay, Zain. It's very thin, small, and not stained with gram staining. لذلك ما نقدر نشوفه under light microscope. Okay. راح ناخذ بكتيريا اللي هي تريبانوما باليديوم. عندنا بعض من الاسئله بخصوص تريبانوما اللي تسبب مرض ايش؟ السيفلس. من الامراض الزهريه تاخذوها بالميديسن. What disease does tripanoma pallidum cause؟ الجواب هي سيفلس.
syphilis, it's a disease that caused by the bacteria Treponema pallidum, subspecies pallidum. تذكرون السلايد اخذنا تريبانوما بوليديوم وانواعها اللي هي سب سبيشيز بوليديوم بعد عندنا ياو ديزيز بيجيل ديزيز ايضا تسببها الانواع الاخرى بالنسبه للتريبانوما. هو السيفلس ترانسميت هو السيفلس ترانسميت اليه انتقال السيفلس طلاب It's sexually or transmissible. إذن ممكن أنا أقول mode of transmission of the syphilis اللي جاوبتوا عليها كان خطأ بالنسبة لما سألت لكم أسئلة عن البروسيلا mode of transmission of بروسيلا. فلذلك الطلاب افهموا السؤال رجاء Who is syphilis transmitted or mode of transmission of the syphilis or mode of transmission Treponema pallidum bacteria. يعني ممكن أغير بالسؤال. إذن it is sexually contact, sexually or transplacental ممكن أن تنتقل السيفلس للشخص السليم. What are the stage? What are the stage of the syphilis? The current lab أخذنا primary, secondary, and tertiary or latent on tertiary syphilis. أنه الشخص ال primary syphilis normal acute stage of the syphilis ممكن بعد ما تدخل البكتيريا الجسم الإنسان بعد أسبوع أسبوعين راح تظهر عند العلامات السريرية اللي هي chunker painless chunker أهم نقطة بيها أنه تتكون فرد ألسر تكون غير مؤلمة لذلك الشخص المصاب أنه ما يعطي أهمية للحالة هذه لأنه non painless غير مؤلمة يبدي ينشر المرض للأشخاص السليمين. إذا الستيج مال primary, secondary and latent and tertiary syphilis اللي هي تظهر بعد 50 سنة بعد 60 سنة من الإصابة ممكن أن تظهر عند العلامات السريرية نسميه tertiary syphilis. هاي هي primary, secondary latent and tertiary syphilis اللي بالنسبة للstage of the Treponema pallidum infection. خلنا كم سلايد حتى نخلص المحاضرة طلاب. Who does primary syphilis manifest? أهم نقطة بالبرايمري سيفلس قلنا a painless chunker on the genital or penile region that may be combined by non-tender swelling of regional inguinal lymph node. أهم نقطة طلاب بالبرايمري سيفلس أنه painless chunker بالمنطقة وين in genitalia or penile region. أهم نقطة بها اللي تميز البرايمري سيفلس عن الأنواع الأخرى من الألسار بالسكين إنه تكون painless chunker. أو سؤال ثاني describe نفسه بس نغير نمط السؤال مثلا describe the chunker of primary syphilis. Ulcerating تكون متقرحة painless lesion that is highly infectious. إذا تتميزات عنده ulcerating painless highly infectious بالنسبة لل primary syphilis chunker. العلاج مال السيفلس طلاب كلش مهمة وعلاجه كلش بسيط في نفس الوقت انه one dose ننطي treatment of the syphilis penicillin one dose of penicillin يخلط مع ايش تسكسايكلين او
دوكسيسلين او سيفتراكسون او ازيترومايسين زين بنسلين زائدا اذا كان عنده الرجي بالنسبه للبنسلين ممكن ازيترومايسين زائدا سيفتراكسون او تتراسايكلين زين هاي بالنسبه لوان دوز 1 ملي جرام اي بي او انتراديرمال تنطي بنسلين الشخص المصاب بالسيفلس راح يتعالج. اوكي طلاب احد عنده سؤال استفسار شيء؟ الى هنا ننهي المحاضرة طلاب. فرديوم ايضا راح